أكو محطة خامسة لخطورة هؤلاء على الرسالة، ومن أقول الرسالة متمثلة بنبوتها وإمامتها وقرآنها وأحكامها الشرعية وكل ما يرتبط به. لخطورة هؤلاء على الرسالة، النبي في حياته اتخذ تدابير لحفظ النبوة من هؤلاء وبقية الرسالة والإمامة وغير ذلك. يعني اتخذ تدابير تجاه النبوة من جهة وحفظها من كل ما يشين بها، واتخذ تدابير هم لحفظ شنو؟ الإمامة والرسالة بشكل عام. هسه خليني تدابير المرتبطة بالنبوة، شنو اللي اتخذها النبي لخطورة هؤلاء واتساعهم وقوتهم بعض الأحيان كثرتهم؟ النبي اتخذ تدابير لحفظ النبوة من جهة، وتدابير أخرى لحفظ الإمامة من جهة أخرى والرسالة بشكل عام. التدابير المرتبطة بالنبوة، سجل يمك واحد مثلا النبي وقف بوجه المدعين للنبوة. هسه هاي غير ذولا اللي احكي عنهم، بس اكو تدبيرين اخرين يرتبطوا بذولا، صبرك علي، لان ذولا اللي يدعون النبوة بحياه النبي وحتى بعد وفاه النبي يشكلون خطر لو ما يشكلون خطر؟ يشكلون خطر. فالنبي وقف بوجههم وكان يقول: يا علي انت مني بمنزله الا انه لا نبي بعدي. هاي مهمه، لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. كان يقول: أنا خاتم النبيين. القرآن الكريم هم يقول عن نبينا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله. هذا التدبير النبي أخذه حتى يفشل ذولا اللي يدعون النبوة في حياته وبعد مماته. التدبير الثاني، التدبير الثاني الحفاظ على الرسالة بلغة المفهوم، والتدبير الثالث الحفاظ على الرسالة بلغة المصداق. أما التدبير الثاني بلغة المفهوم، النبي كان يقول: ستكثر علي الكذابة. شنو؟ ستكثر علي الكذابة. وكثرت الكذابة وما كثرت؟ والكذابة كثرت على النبي بمجال واحد يوم كل المجالات. أتمنى تطلع على التراث الحديثي عند غيرنا وتعرف شنو معنى ستكثر علي الكذابة. أتمنى، أتمنى. هسه مشكلة، تعال شو تسولف، ايش تحكي، شو تقول، ايش تترك، ما أدري. حيرة، هي حيرة، حيرة، حيرة. حقل مال ألغام تمشي بيه، كون تصير دقيق، يعني كل تحركاتك كون تصير دقيق. شو نسوي؟ أتمنى أكو كتاب، أسهل المهمة علي، أسهل المهمة علي وعليكم. أكو كتاب للشيخ جعفر سبحاني، اسم الكتاب الحديث النبوي بين الرواية والدراية. أتمنى تطلعون عليه وذكروني شنو ستكثر علي الكذابة. أكرر عنوان الكتاب: الحديث النبوي بين الرواية والدراية. إذا لكم خلق تقرون، إن شاء الله أنتم من أهل الخلق مجال المطالعة والعلم، اقروا هذا الكتاب وتذكروني. تلخيصك مو أحسن؟ هذا تدبير نبوي بلغة المفهوم. ثلاثة، أكو تدبير نبوي لحفظ الرسالة بلغة المصداق. لغة المصداق شنو؟ يعني النبي صلى الله عليه وآله كان يقول: لعن الله مروان ولعن الله الحكم على رؤوس الأشهاد. ذولا يشكلون خطر على الإسلام في حياتي وبعد مماتي. يشكلون خطر على الإسلام، يعني ذولا ضمن خط المؤامرات ومو ضمنه. ولهذا حتى عائشة قالت المروان، قالت: لأنت فضض من لعن رسول الله، لعنك رسول الله وأنت في صلب أبيك. فقال رسول الله: لعن الله الحكم ولعن الله من في صلبه، وانت كنت بصلبه. بهالوضوح، بهالوضوح. يوم مثلا ابو سفيان سبع مرات النبي لعنه على رؤوس الاشهاد، هو واولاده، سبع مرات.
لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، سبع مرات النبي لعن أبا سفيان على رؤوس الأشهاد، ولعن بني أمية وهم الشجرة الملعونة في القرآن وغير ذلك. هذا تدبير من رسول الله لحفظ الرسالة بلغة المصداق، وأكو تدبير لحفظ الرسالة بلغة المفهوم كما بيّنت بخدمتكم، والتدبير الأول هم بيّنت بخدمتكم. النبي اتخذ تدابير في حياته صلى الله عليه وآله لمواجهة هؤلاء. المحطة هاي الخامسة، السادسة أشر عليها وبكرة نكمل بعد خلاص وقتي. المحطة السادسة، النبي اتخذ تدابير تجاه خلافة أمير المؤمنين وحفظها وبس النبوة، اتخذ تدابير حتى تجاه خلافة أمير المؤمنين. السؤال شنو التدابير اللي اتخذها النبي؟ الجواب على هذا السؤال أتركه إلى الليلة الآتية إن شاء الله تعالى.